ونواصل تغطية هذه الزيارة لخادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة، يلتحق بنا المستشار الاقتصادي يوسف الميمني. أهلا بك إلى هذه النشرة. المملكة تمضي قدما في تطوير المدن، إنشاء المشروعات، برغم كل ما يشهده الاقتصاد العالمي الآن من تذبذب، إلى ماذا يشير ذلك برأيك، وأي صورة يعكسها هذا الأمر عن اقتصاد المملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ولكافة المشاهدين الكرام. حقيقة زيارات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة للالتقاء بأبنائه المواطنين وتفقد مشاريع التنموية. المشاريع التنموية هي انعكاس لواقعنا الاقتصادي المتنامي، وبالتالي يعني هذه المشاريع جميعها تصب إن شاء الله في دعم مكونات اقتصادنا المحلي وتزيد من الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية. نحن نعلم جميعا أن أهم المشاريع الجارية تنفيذها اليوم في المدينة المنورة التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى تطوير المناطق المركزية المحيطة بالمسجد النبوي لإقامة المزيد من الفنادق ومن مرافق الإيواء لاستيعاب العدد المتزايد من زوار المدينة المنورة. رؤية المملكة 2030 أكدت على أن المملكة إن شاء الله سوف تستقبل قرابة 30 مليون زائر ومعتمر وحاج لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة. بالتالي أصبح الإلحاح أن زيادة عدد الفنادق ودور الإيواء لاستيعاب هؤلاء الزوار. المشاريع الأخرى طبعا اليوم رأينا خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله رأى عدة مشاريع، من ضمنها مشاريع في الكهرباء ومشاريع للتعليم، وهناك مشاريع يعني عديدة جاري تنفيذها في المدينة وبالذات الخدمات البلدية ومشاريع متعددة في الرفاه الاجتماعي. يعني رأينا مشاريع أيضا للجامعات، حجم المشاريع التي دشنها يحفظه الله اليوم أكثر من 7 مليارات ريال، ولكن هناك مشاريع ضخمة جدا جاري تنفيذها لم تدشن مساء اليوم، ولكن تدشن في مراحل سابقة. أيضا لا ننسى أن مشروع قطار الحرمين الذي سوف يبدأ إن شاء الله خلال الشهور القليلة القادمة، إضافة طبعا إلى الطرق المحورية في المدينة والطرق التي تربط منطقة المدينة المنورة ببقية المناطق، كلها حقيقة مشاريع خير يعني إن شاء الله تصب في صالح الوطن والمواطن والزائر. نعم، يعني هذه المشروعات المتعددة ما بين التعليم والمياه وأيضا توسعة يعني المسجد النبوي، محطة القطارات، إلى أي مدى ستسهم كل هذه المشروعات برأيك والتي دشنت في تعزيز التنمية الاقتصادية للمنطقة، خلق وظائف، إيجاد رفاه كما ذكرت أنت للمواطن وللزائر؟ نعم طبعا إحنا بالنسبة لنا دوما نسعى في المملكة أن تكون لدينا تنمية مستدامة، بمعنى آخر أن يكون لدينا نمو اقتصادي مستمر ومرتفع يعني سنة عن أخرى. هذه المشاريع جميعها سوف تولد طلب على الوظائف، والآن التوجه عند توجه الحكومة وتوجه القطاع الخاص وتوجه المسؤولين أننا فعلا يعني جميع هذه المشاريع يجب أن تدار بأيدي أبنائنا المواطنين. وبالتالي الآن هناك يعني رأينا أنه في توسع في موضوع التدريب والتأهيل للمواطنين وإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بهذه الوظائف. أعلن عن شركة رؤى المدينة، هذه الشركة اللي حتكون الذراع الاستثماري صندوق الاستثمارات العامة لتطوير المناطق المركزية بالشراكة مع القطاع الخاص. أعلن أنها سوف تستوعب مشاريع المنطقة المركزية 200,000 وظيفة، يعني بدءا من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التشغيل ومرحلة الاستدامة ومرحلة الخدمات المرتبطة بهذه المشاريع. هذا عدد كبير جدا، ونأمل أنه إن شاء الله من خلال طبعا زيادة هذه المشاريع وزيادة التحق المواطنين بهذه المشاريع وتملك المواطنين لهذه المشاريع سوف تزيد من الناتج المحلي للمدينة، ويأتي انعكاسها الإيجابي على الناتج المحلي للمملكة. واليوم برضو أعلن ترى عن مشروع طموح جدا اللي هو مشروع أنسنة المدينة، اللي هو تحويل المناطق القديمة اللي في المدينة إلى أنها تكون يعني مناطق وأحياء صديقة للإنسان وصديقة للبيئة وتعزز تنمية مستدامة في هذه الأحياء. هذا المشروع يتم لأول مرة على مستوى مناطق المملكة، يعد مشروع طموح في سبيل يعني تهيئة المناطق القديمة في المملكة وإعادة رونقها لتكون مناطق جاذبة للسكن فيها.
للمواطنين وتكون مريح، يعني السكن فيها يكون مريح لكافة المواطنين. نعم، شكرا لك. من المدينة أو من المدينة المنورة المستشار الاقتصادي يوسف الميمني، شكرا جزيلا لك. أيضا ينضم إلينا من المدينة المنورة عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي، أهلا بك إلى هذه النشرة. هذه الزيارة الثالثة للملك سلمان للمدينة المنورة منذ توليه مقاليد الحكم، في كل زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المدينة المنورة كان هناك تدشين لعدة مشروعات، ماذا يمكن أن نقرأ من ذلك؟ أخي الكريم، بداية يعني أشكرك على إتاحة هذه الفرصة لي لإلقاء الضوء على ما تشهده المدينة المنورة من مشاريع تنموية. لا شك أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في كل زيارة دأب في كل زيارة له للمدينة على افتتاح أو تدشين أو وضع حجر أساس لمشاريع تنموية تخدم طيبة وزوارها، ونلمس يعني في هذه الزيارة تدشين عدد من المشاريع تجاوزت قيمتها 7 مليارات ريال، وهذا إنما يدل على اهتمام يعني هذه الدولة وقيادتها المدينة المنورة، كما عهدنا من كافة الملوك السابقين والحاليين والحالي. فبالتالي إن يعني اهتمام أو أن تحظى المدينة بمثل هذه المشاريع أمر يدل على اهتمام هذه القيادة بها، وأنها يعني إن شاء الله في كل عام تتطور بشكل مفرد. يعني في عهد الملك سلمان يد تبني ويد تحاسب وتحاصر الفساد. الكثير من المشروعات ربما في مختلف المناطق عانت سابقا من تأخير، تعثر بعض هذه المشروعات، بعضها كان تنفيذه دون المأمول. اليوم أي رسالة يجب أن تصل لكل الجهات التي تتصدى لتنفيذ والإشراف على هذه المشروعات والمشروعات المستقبلية في البلد برأيك؟ والله أخي الكريم، لا مجال للتأخير. يعني الآن التعثر يعني ما في شك عطل التنمية، يعني سواء كان هذه المشاريع سواء كانت متعثرة أو متأخرة، وبالتالي إنجاز المشاريع في وقتها المحدد إنما يهدف إلى تقديم الخدمة بالدرجة الأساسية في وقتها أيضا المحدد. فتأخير أي مشروع إنما يؤثر على التنمية بشكل يعني غير مرغوب، ولا يعني يؤدي الهدف المنشود منها. المحاسبة أساسية، يعني إذا أردت فعلا يعني أن تنجز لابد أيضا أن تحاسب. في المدينة حقيقة يعني سمو الأمير تبنى مشروع برنامج لمتابعة المشاريع، ومن فضل الله يعني له عدة سنوات، ومن خلال هذا المشروع ممكن الاطلاع على كافة مشاريع المنطقة، وإذا كان هناك أي تأخير يتبين مباشرة وأسبابه، ثم تبدأ يعني معالجات لمنع هذا التأخير أو دفع العجلة بحيث أنه ينجز في وقت محدد. ويعني الآن تقريبا في المدينة تقريبا مشاريع 30 مليار يعني، والحمد لله من خلال هذا البرنامج ومتابعة سمو الأمير المباشرة نتوقع إن شاء الله أن هذه المشاريع ستنجز في أوقاتها المحددة بإذن الله. بإذن الله، شكرا لك عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي، حدثنا من المدينة المنورة.